سلام سلام لا فامي، مش راكم؟ مش حوالكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل ملاح. yes it's me, I know it's been a long time. انا بالي بلي راني مغيبه عليكم صافي شحال ما درتلكمش فيديو. صافي اليوم راني طليت عليكم كما قلت لكم ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم حبيت نوع لكم شويه الفيديو في الليل. على بالي لو كان اللي يشوف الفيديو يقول هذه حياتي شاهد درع الوحده تاع الليل ولا 12 تاع الليل ولا 10 تاع الليل برا. نقول لكم نو ماي فريندز، راهي برك الستة غير. انا خرجت من الخدمه راني نستنى في البوس والحاجه وشنو هو كما يقول لك ولات تغرب بزاف بكري عندنا هنايا في امريكا. شوفوا المغرب 4:30 يأذن المغرب، ثم قولوا 4 تبدا تظلام، ممكن تخرجوا على 6 ولا على 5 راح تحسوا روحكم راكو في الليل. كما قلت لكم خرجت من الخدمه وبسي راني عيانه، جاز نهار طويل على بالكم 8 سوايع تاع الخدمه. المهم ماشي هذا هو السي جي تاعي، ان شاء الله تكونوا ملاح ولا عباكم توحشت توحشت. نحكم هاك الكاميرا ونصور. شوفوا ها هو جا البيسه راكم تشوفوا قطع لي التصوير، نطلع في البيسه نعاود نكمل لكم. اول جماعه راني طلعت في البيس كيما قلت لكم لا غير توحشت صافي بيان لونتو، توحشت حتى نصور لكم فيديو في الشيء من غالب ما باش تسمعوني مليح هنايا. قلت لكم لا غالب اوكيبي مع الخدمه، كنت تريتي اوكيبي مع القرايه، كان عندي ليكزام فينال السمانه اللي فاتت دونك سي بون القرايه كملت. خرجنا باكونس حتى جونفي ان شاء الله. الخدمه راني مع الخدمه. المهم حبيت ندير لكم فيديو نقصر شويه، احكوا لي في لي كومونتير نتوما واش راكم دايرين فيها، كاش برد كاش شتا. جماعه وتوليت نقدر معاهم هنايا ابخي جيت على واحد الحوان ندير لا ميوزيك امبوسيبل نصور باسكو حقوق الطبع هذه هو النشر تاع اليوتيوب. المهم يا جماعه اليوم حبيت ندير لكم فيديو خفيف ظريف باش نطلع عليكم، وثاني حابه ندير لكم واحد لا ريبونس كوليكتيف هكا صغيره اللي تقدر تفيدكم على ولايه نيوجيرسي. لحقنا واحد السؤال تاع وحده باللي راهي جايه نيوجيرسي هي وراجلها وراهي مقلقه وراهي خايفه من جهه تعمك الى كاين العرب الى كاين الراسيزم، هي متحجبه قد لي اش نقدر نخدم ايتو. دونك حبيت نجاوبك على السؤال هذا كما قلت بما انه انا نسكن في ولايه نيوجيرسي، ولكن بين قوسين شوفوا ولايه نيوجيرسي هي ولايه الله يبارك بزاف كبيره دونك وانا ما نعرفهاش كامل. دونك انا ما حش نحكي لك عليها كامل، راح نحكي لك على المدينة كما نقول لك اللي نسكن فيها انا اللي هي اسمها جيرزي سيتي، راح نخليها لكم في الكومنتر جيرزي سيتي، واللي هي معروفة بانها ولاية مش ولاية مدينة قريبة بزاف نيويورك، تقدروا تقولوا متلاصقة مع نيويورك متلاصقة مع منهاتن. دايوغ اللي مقدر يشوفوا لي فيديو تاعي دائما كي كنت نديكم هكا تحوسوا دائما تشوفوا هذوك الما البلايص زعما هكا الشابين عندهم اون فيو على اسمها على منهاتن. دونك قريبه بزاف لينا منهاتن. دايوغ في الترا عندكم واحد يا ربي 20 مينيت هكا يعني ما تفوتش نص ساعه وانتم لاحقين في الترا المنهاتن. كما كنت نقول لكم جماعه البلاصه اللي فيها اسمها جيرزي سيتي هي مدينه اللي معمره بزاف بالعرب يعني عامه وبالمسلمين خاصه وبالزيريين تانيتيك، فيها بزاف الزيريين. انا شوفوا عندي راني تقريبا ساكنه فيها 3 سنين ونص. مدينه اللي عجبتني بزاف واللي مانيش حابه نبدلها، ممسي يعني ما نقولكمش فيها يعني غير الايجابيات وفيها السلبيات، يعني كل بلاصه فيها ايجابيات فيها سلبيات. راح نحكي لكم على ايجابياتها بيان سور بارابور ثانيتيك لا كيسيون، راح نريبوندي ثانيتيك بارابور لا كيسيون اللي قلت لكم عليها. قلت لكم فيها العرب فيها المسلمين فيها الجوامع والحمد لله. دايوغ هذا ونجلس على جامع ما صورت لكم، والتحت ثاني تيكون سكون كاين جامع دايما في لي فيديو نصور لكم دايما تشوفوه، يعني هذه حاجة شابة. وشنو تاني تيك مثلا هذا الشارع اللي راني فيه اسمه تقدر تقول اسمه جورنال سكوير.
تلقى فيه محلات، هوريك مثلا هذا محل مصري، شوف تلقى فيه محلات على العرب، محلات حلال، اللي يبيعوا اللحم حلال، لي ريستورون حلال. كيما شوفوا هذا وين شريت الفريت مع تشيكن ناغتس حلال بيان سور، شغل بيان. واش ثاني تيك كاين هنايا مام، شوفوا هذه فارماسي تاع العرب تاع مصريين، هنا عندكم بيرو عالي ديال الضرائب وكل شيء كيف كيف مصري، عندكم اجونس توريستي تاع مصر تاع مصريين. شغل هذه بلاصه معمره بالعرب، ما تحسوش كامل روحكم يعني برانين ولا دي سوبيرات ثاني تيك تاع العرب هكا، يعني كي تجوا في الاول يقدروا يسلكوكم يخدموكم زعما الا ما كانش عندكم اللغه ولا بلاصه. هذه قلت لكم نحس روحي فيها الاس باسكو فيها العرب، صوالحي نقضيهم هكا كما قلت لكم، نحب نشري حاجه حلال وكاني شاهد زعما ولا شاه وليدي ياكل هكا لحم حلال ولا نشري له فاسيلمو. من ناحيه الامن بلاصه امنه الحمد لله. شوفوا راهي الظلمه، راني تقريبا هذا كان 16 هكاك، راني وحدي الحمد لله، الصباح نروح وحدي نخرج من داري وحدي، ما كاينش لي دنا ليا والحمد لله. العشيه كيما راكم تشوفوا قلت لكم شوفوا راه الظلمه الليل، راني رايحه وحدي الحمد لله، ما كاينش لي دنا ليا، بلاصه امنه من تحتها وين نسكن بلاصه امنه. باش نقول لكم المدينه هذه كامل امنه راح نكذب عليكم. كاين دي كارتي بيان سور اللي يكونوا فيهم اللوج، يعني نتوما كي تكرو لازم دائما تحطوا بالكم وتفيريفيو باللي يعني البلاصه هذيك ما فيهاش هكا الكريم ايتو. مثلا هذا المحل هذا وين جست عليه، اللي يبيع اللحم حلال، اللي يبيع البيونداشي، يبيع المرقاز، محل مصري هايل. قلت لكم واش ثاني تيك قالت لي بالنسبه للخدمه، الخدمه هنايا في البلاصه اللي فيها كاينه متوفره، يعني ولايه نيوجيرسي اون جينيرال يعني مازال الاجر الساعي كما يقول لك المينيموم ويش تاعها هابط شويه، يخلصوا 14.13 دولار للساعه، وان شاء الله بدايه الشهر جانفي 2024 قال لك يرجعوها 15 دولار للساعه، يعني حاجه قليله يعني بصح هذا ستارتين فروم، يعني الخلاص يبدا من هنا. ابخي نتوما تو ديبونش تخدموا على حساب الخدمات، كل وحده شحال تخلص، كاين كيما كاينه خدمه تخلص 14 دولار الساعة، كاينه خدمه تخلص 17 دولار، كاين 18 دولار، كاين 20 دولار، انت واش تخدم وانت وقرايتك ودبلومك وما على باش انايا، كل واحد وكيفاه. ولكن كبدايه هكا الواحد ما عندوش دبلوم ماشي قاري ولا يعني يبدا بحاجه قليله ابخي يطور من روحو. ولافونتاج الشباب اللي كاين ثاني تيك بالنسبه للمدينه اللي راني فيها هي انك تقدر تروح تخدم في نيويورك. شوفوا فرق تاع فرص العمل وشحال تخلص الساعه بين نيوجيرسي وبين نيويورك مختلف بزاف. كامل على بالكم بلي نيويورك فيها فرص العمل متوفره بزاف 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 بزاف، وذلك يخلصوا مليح. مثلا انا نقول لكم مثلا انا في لاكريش هنايا نخلص مثلا نقول لكم نخلص 15 دولار للساعه، نفس الخدمه هذه لو كان نروح نخدمها في نيويورك ندي 20 ساعه 21 ساعه، يعني نيويورك يخلصوا مليح 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 للساعه. سي بوغ سا الحاجه الشابه كي تكونوا تسكنوا هنايا هي انكم تقدروا تسكنوا هنايا وتروحوا تخدموا في نيويورك. قلت لكم تلقاو الخدمه فاسيلمون، كاينه بزاف الخدمه وتخلصوا مليح. واش شخصيتني ثاني الوغ لا رجع لي لقى الخدمه فاسيلمون، قالت لي انا متحجبه اسك نقدر نخدم. شوفوا مزيج قالت هذو على الحجاب دايوغ، راني سبق ودرت لكم فيديو على الحجاب، قلت لكم يا جماعه تخدموا نورمال. امريكان ماشي كيما فرنسا، تقراي بخمارك بحجابك تخدمي، ما كاش يعني كيما يقول لك مول الخدمه ما عندوش الدروة انه ما يخدمش وحده جست على خاطرش دايره حجاب ولا دايره خمار ولا انها مسلمه ولا. سمعتوني نعطيكم اكزومبل، مثلا انايا يا خمانيش سيفيليزي كيما نقولوا حنايا بالعاميه نتاعنا، البرد يقطع بين قوسين يدي وجعتني. قلت لكم انا يعني دايره خمار، ملي جيت لهنا وانا بخماري، وعلى بالكم بلي في الاول ما خدمتش، مي كي بديت نخدم ما لقيت حتى مشكل، يعني شحال من انترفيو درت رحت درتو يعني قبل ما يخدموني، جامي رحت ندير انترفيو زعما خضروا فيا خضره عيانه ولا هكا، حسيت بلي شغل ما قيمتنيش ولا خضرت خضره عيانه على جال الخمار
تاعي. نو 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 نو. ودوكا وانا نخدم مثلا في لاكراش راني نخدم مع لي امريكان مع لي اسبانيول معاكم نقولوا حنايا الحالش يعني الكحوله نخدم معاهم كامل والحمد لله الحمد لله جامي لقيت مشكل معاهم مع لي بارونتاليتي تاع لي زيلاب تاع الدراري عباكم في لاكراش كاين دراري بزاف لي بارون كل واحد من مش من راسه عندنا الهنوده الشناوه سكتوا برك يعني الحمد لله جامي جامي شفت واحد زعما خزر فيا هكا زعما خزر عيانة هكا تاع هذه المسلمة هذه دايرة خيمة نو الحمد لله. ونزيد نعطيكم اكزومبل واحد اخر مثلا دوكا شتو رانا في البريودة تاع الكريسماس لا نوال نهاية السنة وهما شوفوا العيد تاعهم مقدس كيما يقول لك وفيتيب وهو كلش. شوفوا احنا في الخدمة تاعنا تقريبا ملي بدا تقريبا من نص تاع نوفمبر وهما مع داروا ديكوراسيون تاع الكريسماس داروا الشجره لا ميوزيك بارتو باسكو هنايا في الخدامي شغل يديروا على راهم ساكنين في امريكان على بالهم يديروا بزاف لا ميوزيك في الخدمه خلطنا غير هذوك تاع الكريسماس والجينجل جينجل بازيت. وثاني ديك الشهور هذه السمانه الاخرى بداو يلبسوا كاع تاع الكريسماس زعما النهار الفلاني تلبسي تقاشر تاع الكريسماس لي زيلاب ولي بروفا زعما النهار الفلاني تلبسي تريكو تاع كريسماس النهار الفلاني تلبسي بيجاما تاع كريسماس وانا على بالهم بلي مسلمه وما نفيتيش انا الكريسماس انا من قوسين مانيش كيما داك الناس اللي طبعوا برك زعما شفتهم يفيتيو اي انا نفيتي ثاني معاهم علاش انا كي كنت صايمه رمضان صاموا معايا كي عيد تعيدوا معايا نو 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 اعتذر لو كان حاجه اللي ممكنه زعما عاديه وي مي ميلاد المسيح نو كيما يقول لك ما فيهاش اللعب يعني نورمال هما راهم يجوا كل يوم لابسين حوايجهم تاع اللبسه تاع الكريسماس راهم عادي ديجا قلت لكم كيما قلت لكم قبيله بداو يجيبوا لنا لي بارون في كادو بس الحاجه شنو خاصكم اللي يجيوك زعما قال لازم ديري كيما حنايا لازم تحتفلي لازم تلبسي كيما حنايا نو 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 ما اوبليجونا على والو الحمد لله شغل احترموا احترموا كل واحد انا من 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 فيتيش هذيك الحاجه ما نلبسش تحترموني كيما انا نحترمهم انا نحترمهم ربي سهل عليهم دينهم ويحتفلوا ربي سهل عليهم مي هما تاني ما يوبليجيوني على والو الحمد لله جامي لبست حوايج هادو تاع تام كريسماس في الهالوين كيف كيف سمعنا هما يلبسوا حفايس تاع هالوين انا ما لبست ما شريت ما درت والو الحمد لله شغل واحد ما قال لي علاش ما درتيش ولا فهمتوني دونك من ناحيه الخيمه ما تخافيش هاوليك باي ذا واي الجامع اللي قدام داري ما عندك ما تخافي اختيتي تخدمي اي وحده تسقسيها عايشه هنا في امريكا سقسيها على حكايه الخيمه تقول لك ما عندك ما تخافي انا جست عليها كنت خايفه ايتو ابخي كي جيت لهنا لقيت حاجه ديفيرون انا نحكي لك البلاصه اللي راني فيها وكل بلاصه تختلف اكيد هذه هي جوبونس حكيت كون اون جينيرال ما حبيتش نحكي لكم بالديتاي بلاصه مليحه شابه تلقاو كاع واش تحوسوا ما تحسوش روحكم غراب تلقاو المنتوجات تاع الجزائر تلقاو هكا عرب قدامكم يهضروا تلقاو الجزائريين ولاد بلادكم صافي بليزير انا بوغ ما صافي بليزير كل واحد كيفاش يحوي كيفاش يخمم كاين بزاف عباد يقول لك انا كي نكون في الامريكان زعما جامغ بيان نكون عايش غير وسط لي امريكان ما نشوف عربي ما نشوف جزائري ما والو انا لا لا انا خاطش عشت في تكساس جماعه وعشت في ولايه واحده اخرى عشت في الكناريكات اي صحيت وكان ما فيهمش لا يعني العرب والجزائريين شي هما فيهم صح انا ما تلاقيتش ويعني كي جيت لهنا حسيت بلا ديفيرونس فرحت كي شفت بلي لا لا كاين العرب كاين جزائريين تحس روحك ماشي غريبه الحمد لله الامان كاين الخدمه كاينه الخيمه ما تخافيش هانينا خارجه راني رايحه للدار في نص الليل ما كان لا اللي حوس عليا لا اللي يهضر معايا هذه هي اون جينيرال باش حنا نطول بزاف وكل ما نطولش بزاف نلقى راهي نطول المهم جماعه تهلاو شوفوا الا حبيتوا نهضر لكم على اي سوجي واحد اخر خلوه لي في لي كومونتير وندير لكم هكا دي فيديو شويه قصار نحكي لكم على لي سوجي اللي حبيتوهم وما تنساوش باللايك والكومونتير والبارطاج باسكو ماكوش متهلين كامل 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 تهلاو فيا تهلاو فيكم عيط لا عيط جماعه ما الفن نروح نجري بصح كان نصور في الفيديو راني نمشي غير بالعقل هكاك على بالي بلي يعني راح يجي يتحرك الفيديو زعماني بالعقل باش ما يتحركش باش ما نصرعكمش شويه في الدار
ايوا جماعه تهلاو في روحكم وعلى بروشين ان شاء الله. باي باي.